معنا عبر سكايب من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي محمد السطوحي. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. ما هو تأثير قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري الآن وفي هذا التوقيت على شعبية بايدن، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية؟ أتوقع أنه تزداد شعبيته بعض الشيء خلال الأيام القادمة. رأينا ذلك في حالة باراك أوباما بعد مقتل أسامة بن لادن، رأيناه أيضا مع دونالد ترامب مع مقتل أبو بكر البغدادي ومقتل قاسم سليماني. ولكن هذا الارتفاع في الشعبية لا يستمر لفترة طويلة، ربما على المدى القصير سيفيده ذلك، أما على المدى المتوسط والطويل فهناك شكوك بشأن هذا الموضوع. على الأقل في المرات السابقة لم يكن لها تأثير طويل المدى. في حالة بايدن ربما أعتقد أن الوضع يختلف قليلا، أنه الصورة الذهنية عن بايدن أنه كبير في السن، أنه كما يصفه كان دونالد ترامب كثيرا جو النائم. أعتقد أنه تأثيرها هذه المرة قد يكون أطول، لاعتبار أنه يعطي صورة أنه بايدن ليس الرجل النائم كما يصفه ترامب، وأنه قادر على ممارسة مهام منصبه واتخاذ أحيانا قرارات بهذه القوة. طيب، يعني بهذا السياق على وجه الخصوص سيد محمد، عندما نتحدث عن تأثير مثل هذه الضربات والعمليات على الشارع الأمريكي، إلى أي مدى مقارنة بالسابق تلقى رواجا في الشارع الأمريكي اليوم؟ إذا لاحظت في كلمة جو بايدن، هو لم يكتفي بالقول أنه تم قتل أيمن الظواهري، ولكن أخذ يقدم سيرة ذاتية له إذا صح هذا التعبير، وأشرح مدى أهمية أيمن الظواهري، وأنه كان الذراع الأيمن لأسامة بن لادن، وكان مسؤولا معه عن العمليات التي تمت ضد الولايات المتحدة. هذا معناه أنه جو بايدن يدرك أنه أيمن الظواهري ليس تلك الشخصية المعروفة كثيرا في الولايات المتحدة، هو لم يكن لديه نفس الكاريزما أو المعرفة أو الشهرة لأسامة بن لادن، وبالتالي التأثير ربما يكون أكثر محدودية من هذه الناحية. ولكن مع توضيح الأبعاد الخاصة بمقتله ربما يكون لذلك تأثير إيجابي في الشارع الأمريكي، لأنه في النهاية مرتبط بأحداث 11 من سبتمبر، مرتبط بمنظمة القاعدة وهجماتها ضد الولايات المتحدة. فمن هنا أعتقد أن الشارع الأمريكي ربما يعطي أهمية لما حدث بالنسبة لمقتل أيمن الظواهري. نعم. طيب، هل تعتقد بأن توقيت الهجوم أيضا يعني له دلالات واضحة خاصة فيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية لطهران؟ لا أدري إذا كان هناك هذا الارتباط بالنسبة لإيران، هناك اختلاف كبير في الحالتين، ولا أعتقد أن هناك يعني تشابكا فيما بينهما. ربما البعض كان يحاول أحيانا الربط بين إيران والمنظمة القاعدة، ولكن كان هذا في إطار الحملات الدعائية في السابق لتبرير مثلا الانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران واتخاذ إجراءات مشددة ضدها. كانوا يحاولون أحيانا الربط كما حدث مع إدارة ترامب بين إيران ومنظمة القاعدة، لكن أعتقد أنه من الناحية العملية وما قدم من أدلة كان يفتقد الكثير من القوة بالنسبة للتأكيد على هذه العلاقة. إنما الرسالة ربما تكون لدول المنطقة عموما، سواء إيران أو الصين أو روسيا أو غيرها من الدول في باكستان وغيرها، أنه الولايات المتحدة سحبت قواتها من على الأرض في أفغانستان، لكنها لم تترك أفغانستان، لم تترك المنطقة، ما زالت قادرة على الوصول إلى أهدافها، والقادرة حتى بدون قوات على الأرض بالقيام بعمليات نوعية دقيقة للغاية تحتاج إلى معلومات استخباراتية مهمة وعملياتية تمكنها من القيام بمثل هذه العمليات. نعم. الأثر الذي سيتركه قتل الظواهري على تنظيم القاعدة سيد محمد بشكل عام؟ طبعا هذا سؤال هو الأهم في حقيقة الأمر. تلاحظ أن منظمة القاعدة حاليا لم تكن هي القاعدة كما عرفناها في البداية، التي قامت بتنظيم هجمات ضد الولايات المتحدة في السفارات في كينيا وتنزانيا، أو سفينة يو اس اس كول، أو أشهرها عمليات أو هجمات 11 من سبتمبر. منظمة القاعدة بعد غزو أفغانستان تمت يعني انتشارها
في عديد من دول العالم لم تعد مرتبطة هيكليا وتنظيميا بنفس الدرجة أو القوة. حتى أيمن الظواهري نفسه لم يكن له دور قيادي عملياتي في إدارة عمليات هذه المنظمات، لكنه كان رمزا للمنظمة، كان قادرا على إبقائها كشبكة موحدة. هل سيتأثر ذلك في المرحلة القادمة؟ ربما نرى أو نتأكد مع معرفة من سيكون القائد الجديد لمنظمة القاعدة. ربما يكون أكثر شبابا، أكثر حيوية، أكثر رغبة في إعادة منظمة القاعدة إلى الظهور والبروز مرة أخرى على الساحة في منافسة منظمات أخرى. فكل هذه الأمور أعتقد أنه ستجيب عنها الأيام وربما الأشهر القادمة. نعم، شكرا جزيلا. كان معنا عبر سكايب من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي محمد الأسطوحي، شكرا جزيلا لك.